إلى يوم ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا إنك جامع الناس اليوم لا ريب فيه إن الله لا يخلف الميعاد بعد. قد وصلنا في شرح السنوسية الوسطى إلى قوله رضي الله تعالى عنه: باب في إقامة البرهان القاطع على وجوب وجوده تعالى وبيان برهان احتياج العالم إليه جل وعز. وإذا كان العالم حادثا بعدما تقرر عدمه فلا بد له من محدث، إذ لا يتصور في العقل انتقاله من العدم الأصلي الذي كان عليه إلى الوجود الطارئ بلا سبب. ولولا الفاعل المختار لوجوده فيما شاء من الأزمان على ما شاء من المقادير والصفات لكان يجب أن يبقى على ما كان عليه من العدم أبد الآباد. استواء المقادير والصفات والأزمان بالنسبة إلى ذاته. وأما الوجود والعدم فقيل هما بالنسبة إلى ذاته سواء، فيستحيل أن يترجح الوجود المساوي الطارئ بلا سبب. وقيل العدم السابق أولى به لأصالته فيه وعدم افتقاره إلى سبب. وإذا كان ترجيح أحد المتساويين بلا سبب محالا فاستحالة ترجيح الوجود المرجوح بالنسبة إلى العدم على هذا بلا سبب أحرى. هنا يأتي الكلام في هذا الدرس إن شاء الله تبارك وتعالى في هذا الباب الذي هو بعنوان إقامة البرهان. إقامة يعني نصر، البرهان يعني الدليل، وسمي الدليل أو سمي البرهان برهانا هو في الأصل من البر يعني القطع، أو من البره يعني البياض لكونه واضحا وجليا وظاهرا كأنه الشمس في رابعة النهار، فهذا هو البرهان. باب أي هذا باب في إقامة أي نصب البرهان أي الدليل القاطع، وصف كاشف يعني كلمة القاطع هذا وصف كاشف، لأن البرهان لا يكون إلا قاطعا، يعني هو قال البرهان والبرهان قطعي، فلماذا قال البرهان القاطع؟ هذا يسمونه وصف كاشف يعني لا قيد احترازي، يعني ليس هناك برهان قاطع وبرهان غير قاطع، لأن البرهان لا يكون إلا قاطعا، ولهذا قال البرهان القاطع على وجوب وجوده تعالى. وجوب الوجود هو الذي يكون وجوده في ذاته ولا يحتاج إلى شيء أصلا،
لا في ذاته ولا في صفاته ولا في أفعاله. فمعنى الوجود الواجب الذي وجوده من ذاته، يعني لا يحتاج أو لا يستمد أو لا يستفيد الوجود من غيره، بل إن وجوده من ذاته، يعني ليس غيره مؤثرا فيه أو علة له أو سبب في وجوده. وليس معنى وجوده من ذاته أن ذاته هي التي أثرت في ذاته، فهذا أيضا محال، لا يعقل أن تكون الذات مؤثرة في الذات، وإلا لكانت الذات أثرا وكانت مؤثرا. فمعنى وجوده ذاتي يعني ليس محتاج إلى غيره أو لم يكن له الوجود من غيره، فهو لا يحتاج أصلا، هو له سبحانه وتعالى الغنى المطلق، لا يحتاج إلى شيء لا في ذاته ولا في صفاته ولا في أفعاله. وليس معنى قوله من ذاته أن ذاته علة في وجوده، كما هو ظاهر العبارة لاستلزامه، يعني لو كانت الذات هي العلة أو هي المؤثرة في نفسها فهذا يستلزم تقدم الشيء على نفسه، يعني حيستلزم تقدم الذات على نفسها، أو أن تكون الذات علة في الذات، وهذا معناه الذات تكون علة وتكون معلولة. الله يشهد. فلا قال الشيخ رحمه الله على وجود وجوده تعالى: وجوب الوجود هو الذي يكون وجوده في ذاته ولا يحتاج إلى شيء أصلا، لا في ذاته ولا في صفاته ولا في أفعاله. وليس معنى قوله من ذاته ولا في ذاته، نعم، وليس معنى قوله من ذاته، ما هو بيقول لك وجوده تعالى من ذاته وقبل قل في ذاته، يعني من ذاته. وليس معنى قوله من ذاته أن ذاته علة في وجوده كما هو ظاهر العبارة لاستلزامه تقدم الشيء على نفسه، يعني هذا لو كانت الذات علة في وجودها لكانت متقدمة على نفسها وهذا محال، ولكانت أثرا ومؤثرا. فلا يقبل العدم لا أزلا ولا أبدا لوجوب افتقار العالم وكل جزء من أجزائه إليه تعالى. كلمة فلا يقبل العدم أزلا لا أزلا ولا أبدا يعني معناه أن وجوده واجب، والواجب هو ما لا يتصور في العقل عدمه، فلا يقبل العدم لا السابق ولا اللاحق، ولا يكتنفه العدم أصلا. وكل من وجب افتقار العالم إليه لا يكون وجوده إلا واجبا ذاتيا لا جائزا، وإلا لزم الدور أو التسلسل وكلاهما محال. يعني هو سبحانه وتعالى لا يقبل، أي ذاته لا تقبل العدم لا في الأزل ولا في الأبد، وذلك لوجوب افتقار العالم وكل جزء من أجزائه، يعني العالم كلا وجزءا مفتقر إليه سبحانه وتعالى. وكل من وجب افتقار العالم إليه لا يكون وجوده إلا واجبا ذاتيا، لأنه لو كان وجوده جائزا يعني ليس واجبا ولم يكن ذاتيا يعني كان مستمدا من غيره فيكون جائزا، وإذا كان جائزا يفتقر إلى غيره فيدخل مع جملة العالم في كونه مفتقر، كيف والعالم كله مفتقر إليه وهو سبحانه وتعالى
لا يفتقر إلى شيء أصلا. نعم. وإلا يعني لو كان مفتقرا لزم الدور والتسلسل، وكلاهما محال. كيف ألزم الدور وكيف ألزم التسلسل؟ يعني لو كان مفتقرا لوجب الدور أو التسلسل، وكلاهما محال. كيف يجب أو كيف ألزم؟ أسألكم كيف، يعني لو كان هو يفتقر هيلزم الدور ويلزم التسلسل، كيف يلزمان أو كيف يلزم أحدهما؟ كل من وجب افتقار العالم إليه لا يكون وجوده إلا واجبا ذاتيا، يعني يكون وجوده من ذاته، ويكون وجوده واجب لا جائز. وإلا يعني إذا لم يكن وجوده واجب بأن كان جائز، وإذا لم يكن وجوده ذاتي بأن كان مستمدا من غيره، حيلزم أحد أمرين، إما الدور إما التسلسل، وكلاهما محال. السؤال مرة أخرى، كيف ألزم الدور والتسلسل؟ نعم، كيف ألزم؟ أنا أسأل سؤالا واضحا، ولن أتحرك صدرا واحدا إلا إذا أجبتم. كيف يلزم الدور والتسلسل؟ أيوة، كان وجوده ليس متوقف ليس من ذاته، فوجوده متوقف على غيره، وهذا الغير لما يكون متوقفا على غيره ايضا هكذا الى ما لا نهايه، وهو التسلسل. وان كان هذا الغير وجوده متوقف عليه وهو متوقف عليه ايضا، وهذا الدور. جميل. لماذا لم تجب؟ لماذا يعني ما أجبت في الأولى حتى ألزمتنا الدور والتسلسل؟ يعني ألم تكن تعرف هذا من أول السؤال؟ يعني هل أنت من الذين يؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصم؟ هل هذا نوع من الإيثار أن تترك الجواب لهم فإذا لم يجيبوا فتقوم بالإجابة، أو فإن أجابوا ترجع إليك الإجابة؟ ها؟ خلاص، أفهمتم ما قاله؟ فهمتم أو لا؟ برضو ما أجبت. يعني هو نفسه يجيب عنكم، هل فهمتم ما قال أو لم تفهموا؟ ما أحد أجاب ولم نسمع شيئا. هل فهمتم أو لا؟ ها؟ ما نطق أحد وما سمعت شيئا. ها؟ نعم؟ السامع. أنا مش مسؤول عن الميكروفون، أنا بس شرح الدرس، حتى لو لم يسمع أحد هم المسؤولون عن الأصوات والمشنة. لا تكلمني أنا في شيء ليس من خصائص. هل أنا أقوم أصلح الميكروفون وأتكلم ولا كذا؟ من المسؤول؟ لا تكلمهم هم، لا تكلمني أنا في شيء. هل فهمتم الذي قاله؟ نعم. طيب اقرأ ايش. وكل من وجب افتقار العالم إليه لا يكون وجوده إلا واجبا ذاتيا لا جائزا، وإلا لزم الدور أو التسلسل، وكلاهما محال. لأنه لو كان وجوده جائز لاحتاج إلى من يوجده، ومن يوجده إلى من يوجده، ومن يوجد من يوجده إلى من. فإذا لم نتوقف فهذا هو التسلسل، وإن رجع إلى الأول فهذا هو الدور. وكذلك إذا كان وجوده ليس ذاتيا من غيره، وغيره هل وجوده من غيره، وغيره هل وجوده من غيره، وهكذا، فألزم
إما التسلسل وإما إيه الدور، وكلاهما إيه محال. وفي بيان برهان أي دليل احتياج يعني افتقار. وأنتم تعرفون ما هو إيه الدور وما هو التسلسل. مشكلة لا شيء معدل خالص. الله يشكرك. ما هو الدور وما هو التسلسل؟ ها؟ الدور هو إيه؟ تعريف الدور توقف الشيء على ما يتوقف عليه، يعني توقف الشيء على شيء يتوقف الشيء الثاني عليه، زي توقف ألف على باء وباء على ألف. خلاص، هذا هو إيه الدور. والدور إما دور صريح أو دور مضمر، توقف ألف على باء وباء على جيم وجيم على ألف، إذا كان في واسطة يبقى اسمه إيه مضمر. أما إذا كان توقف الشيء على نفسه من غير واسطة يبقى هذا هو إيه الدور المصرح. وال يعني مثلا لو أوجد زيد عمرا وعمر أوجد زيدا فقد توقف عمر على زيد الذي توقف على عمر، وتوقف زيد على عمر الذي توقف على زيد، ده اسمه ده إيه الدور. وأما التسلسل بأن كان كل محدث قبله محدث، يعني محدثه له إيه محدث ومحدث محدثي وهكذا إلى لا أول. فمعنى التسلسل ترتب أمور غير متناهية، يعني لا نصل إلى إيه إلى الأول. وفي بيان برهان أي دليل احتياج يعني افتقار العالم بفتح الله إليه يعني إلى الله جل، أي اتصف بالرفعة التي لا تماثل. كلمة جل يعني يعني اتصف بالرفعة التي لا تماثل، فلا مثيل له في رفعته ولا في قدره، وما قدر الله حق قدره، وتنزه عما لا يليق به، يعني فيها معنى التنزيه ومعنى الثناء على الله سبحانه وتعالى. جل وعز يعني اتصف بصفة أو انفرد بصفة الجلال، أو عز يعني غلب، يعني اسمه تعالى العزيز يعني الغالب، فهو قاهر لجميع الأشياء. نعم. وقد انقسمت مبادئ هذا الفن ثلاثة أقسام إلهيات، وهي المسائل المبحوث فيها عن الإله، ونبويات، وهي المسائل المبحوث فيها عن الله. يعني في من يسميها نبوات ومن يسميها إيه نبويات. خلاص، ليس نبويات. نعم، نبويات. نبويات. وهي المسائل المبحوث فيها عن النبوة وأحوالها. فقط حتزيد إيه يا النسب، نبوات نبويات. وهي المسائل المبحوث فيها عن النبوءة. وطبعا الشيخ من تونس أو من المغرب فيجيب الايه اللفظ النبي بالهمز، النبوءة والنبيين والأنبياء وهكذا وأحوالها، يعني القسم الذي يبحث فيه عن النبوءة وعن أحوالها، يعني المعجزات وما يجب للأنبياء وما يجوز وما يستحيل، هذه تسمى إيه النبوات. والذي يتلقى من طريق السمع فقط ولا مجال للعقل فيه يسمى إيه سمعيات. خلاص كده فهمتم؟ يبقى السمعيات هي المسائل التي لا تتلقى أحكامها إلا من السمع،
ولا تؤخذ إلا من الوحي كما سيأتي إن شاء الله تعالى. يلا. واعلم أن جملة ما تعرض له هنا من صفاته 20 صفة، وهي ما انتهت إلى إدراكه القوى البشرية، وإلا فصفات كماله تعالى ونعوت جلاله مما يفوق العد ولا يحيط به الحد، لكن لسنا مكلفين بما لم ينصب عليه سبحانه دليلا يوصلنا إليه، وهي 4 أقسام: نفسية وسلبية ومعان ومعنوية. يعني يقول لك ما استطاع علماء الكلام أو علماء التوحيد جمعه واستقراءه في هذا العلم، وانتهت إليه القوى البشرية، أنهم وصلوا إلى إيه؟ إلى 20 صفة، لكن صفاته أو صفات كماله أو تنزهه عن النقائص هذا يفوق العد، لا نستطيع حصره ولا نستطيع عده ولا يحيط به إنسان، كما قال تعالى: ولا يحيطون به علما. يبقى إذن هذا بحسب الطاقة أو القوى البشرية أو بحسب عقولنا وصلنا إلى إيه؟ إلى هذا العدد، إلى 20، ونحن لسنا مكلفين بما لم ينصب عليه سبحانه وتعالى دليلا، يعني الأمور التي خارج عن تكليفنا أو عن عقولنا، ولم يجعل الحق تعالى عليها دليلا لا نكلف بمعرفتها. والسؤال مثلا: كيف حصروها في 20 الكمالات؟ طبعا الكمالات تزيد على ذلك، لكن هذه الصفات مثلا السلبية كانت 5، كيف عرفوا أنها 5؟ هي هذا بيسموه حصر كليات وليس جزئيات. يعني مثلا الوحدانية يندرج تحتها نفي الولد ونفي الشريك ونفي الزوجة ونفي العمة ونفي الخال، جزئيات كثيرة، فوجدوا أنه هذه 5 بمثابة الكليات، فيرجع إليها ما عداها، يعني أي شيء من النقائص أو السلوب التي ننفيها عن مولانا تبارك وتعالى ترجع إلى 1 من 5. فلهذا كانت الصفات السلبية محصورة في 5 من باب إيه؟ من باب حصر الكليات وليس حصر الجزئيات، يعني كل واحدة تحتها جزئيات لا تنحصر. ولهذا لو أن أحدا مثلا من الذين يعني يخالفوننا في المنهج أو في تحصيل هذا العلم يقولون يعني إن السلوب أو النقائص المنفية عن الله تعالى كثيرة، فلماذا جعلتموها في 5؟ نقول لهم: هذه 5 هي الأمهات، يعني هي الكليات، غيرها يتفرع عنها أو يعود إليها. طب من أي طريقة الحصر هنا؟ يعني بيسموه حصر استقرائي، يعني استقرأوا فوجدوا أن السلوك ترجع إلى إلى هذه 5. وكذلك في صفات المعاني وجدوا ما يتوقف عليه الفعل أو ما يتوقف عليه أمر الألوهية هو هذه الصفات اللي يسموها صفات المعاني، وحصروها في 7. وبعدين كانت المعاني كأنها بمثابة علة توجب لمن قامت به حكما، هذا الحكم هو الذي يسمونه الصفات المعنوية، فكانت المعنوية 7.
وكانت المعاني سبعة 14 صفة والسلبية خمسة كده 19 وصفة الصفة واحدة اللي هي النفسية التي هي صفة الوجود فكانت الصفات 20 محصورة في 20 يعني مثلا يجي واحد يقول لك مثلا أنت قلتوا إيه صفة العلم العلم أين الرحمة قل له تعود إلى الإرادة أو إلى القدرة يعني إذا أردت بالرحمة إرادة الإحسان يبقى هي صفة الإرادة وإن أردت بها فعل الإحسان يبقى هي صفة القدرة داب وإن وأين الحكمة قل له هي العلم راجع إلى علمه المحيط بالأشياء إذا فأي صفة أخرى سواء كانت إثبات كمال أو نفي نقص تعود إلى إيه إلى هذه الصفات التي هي بمثابة الأمهات وبدأ منها بالقسم الأول وهو الوجود باتفاق القوم على تقديمه على غيره من الصفات لكونه الأصل لها الوجوب الواجبات له وبدأ منها يعني من الصفات بالقسم الأول اللي هو صفة الوجود لاتفاق القوم على تقديمه على غيره من الصفات لكونه الأصل لها إذ وجوب الواجبات له تعالى واستحالة ما يتنزه عنه وجواز ما يجوز في حقه كالفرع عنه فتقديمه عليها يشبه تقديم التصور على التصديق يعني تقديم صفة الوجود على غيرها من الصفات كتقديم التصور على التصديق فلا يمكن يكون هناك تصور من غير إيه من غير تصديق يعني لا يمكن يكون هناك تصديق من غير إيه؟ من غير تصور لأن التصديق حكم والحكم على شيء فرع عن إيه؟ عن تصور لا بد أن يتقدم التصور فكذلك لا يمكن أن يوصف الحق سبحانه وتعالى بأي صفة إلا إذا وصفناه بصفة الوجود أولا وهو صفة نفسية على المشهور وقيل سلبية يعني الوجود صفة نفسية طبعا على المشهور من المذهب الأشعري وجمهور المتكلمين أن الوجود صفة نفسية يعني هي معنى نفسية يعني يدل الوصف به على نفس الذات دون معنى زائد يعني الوجود هو إيه؟ هو الذات خلاص وقيل سلبية يعني ايه معنى الوجود صفة يعني الوجود معناه ايه سلب العدم كده يبقى صفة ايه صفة سلبية اما نفسية يعني هو ايه نفس الذات ولذلك في قول عن الوجود انه صفة ايه صفة سلبية وقيل سلبية وصحها ايضا يعني وصحح يعني صحح أن الوجود صفة سلبية يعني يصح أن تجعله إيه سلب اللي هو سلب إيه؟ سلب العدم وتصوره بديهي والحكم ببداهته بديهي أيضا وتصوره بديهي يعني إيه يعني لا يحتاج إلى تعريف يعني نعرف الوجود هذا أمر بديهي يعني كأنه ضروري لا يحتاج إلى إيه؟ إلى تعريف والحكم ببداهته بديهي أيضا يعني تصوره بديهي والتصديق به بديهي يعني كلاهما ضروري ولذا لا يحتاج إلى تعريف إلا من حيث بيان أنه مدلول اللفظ دون آخر ولذا لا يحتاج يعني الوصف بالوجود لا يحتاج إلى تعريف إلا من حيث بيان أنه مدلول اللفظ دون آخر يعني تعريف لفظي وليس تعريف إيه حقيقي فيعرف تعريفا لفظيا يفيد فهمه من ذلك اللفظ لا تصوره في نفسه
يعني فقط يشرح لك اللفظ ولا يشرح لك حقيقة معناه، ليكون دورا وتعريفا للشيء بنفسه. فمثلا لو عرفنا الوجود بأنه الشيء الموجود والشيء الموجود بأنه الوجود لكان هذا دور. فقالوا إن التعريف اللفظية لا يدخلها الدور، لأنك كأنك تعرف الدال والمدلول، يعني هذا دال وهذا وهذا مدلول، إذن فانفكت الجهة فلا يكون هناك دور. فيعرف لأنه كل لفظ دال على الوجود. يعني ممكن نعرف الوجود كده، نقول لفظ يدل كده دال على موجود، والموجود هو هو المدلول، فلا يدخله الدور. وقد صرحوا كما قلنا في المنطق بأن التعاريف اللفظية لا يدخلها الدور. والوجود عين الذات عند الإمام الأشعري وزائد على الذات عند الإمام الرازي. في مسألة أخرى اختلفوا فيها، هل الوجود هو عين الموجود أو عين الذات؟ قال الإمام الأشعري رضي الله تعالى عنه أن الوجود هو عين الموجود، يعني وجود الشيء هو عين الشيء وليس زائدا على على الشيء. وزائد على الذات عند الإمام الرازي، يعني الإمام الرازي عرف الوجود وجعله زائدا على الذات، أما عند الأشعري الوجود هو نفس نفس الذات. واختلافهما، يعني اختلاف الأشعري واختلاف الإمام الرازي، واختلافهما لفظي لا حقيقي، يعني الاختلاف هنا ليس حقيقيا، إنما هو اختلاف لفظي. لماذا؟ لأن الأشعري نظر إلى الوجود الخارجي، ولو نظر إلى الوجود الذهني لقال مثل الرازي، يعني كأنه الإمام الرازي نظر إلى المعنى اللي في الذهن، فالمعنى اللي في الذهن شيء والأمر الخارجي شيء آخر، فكذا يبقى الوجود غير غير الذات. أما الإمام الأشعري نظر إلى الوجود الخارجي فقط، فليس في الخارج إلا الذات، وليس هناك صفة في الخارج زائدة على الذات تسمى تسمى الوجود، وإنما هو أمر ذهني أو أمر اعتباري كما يقولون. إذن لا خلاف حقيقي بينهما، إنما هو خلاف خلاف لفظي. هذا نظر إلى الوجود الذهني، وهذا نظر إلى الوجود الخارجي. يعني لو نظر الأشعري إلى الوجود الذهني لقال مثل ما قال الإمام الرازي. والإمام الرازي نظر إلى الوجود الذهني، ولو نظر إلى الوجود الخارجي لقال مثل ما قال الإمام الأشعري. ألا ترى أن العقل يصور الوجود في الدين دون الذات العلية؟ فإذا هما متفقان ذاتا مختلفان بالاعتبار. يعني عاوز يقول لك العقل يفهم معنى الوجود الوجود الذهني، أو يصور الوجود في الذهن دون النظر إلى الأمر الخارجي، دون الذات العالية، فإذا هما متفقان ذاتا مختلفان بالاعتبار. فاعرفوا، يعني كان أريد أن يقول لك إن التعريف بينهما لا اختلاف فيه. ثم شرع يبين في القسم الأول من الأربعة المذكورة وهو الوجود. ما هي الأقسام الأربعة؟ نفسية، سلبية، معاني، معنوية. فقال
وإذا كان العالم حادثا يعني مسبوقا بالعدم بمعنى أنه لم يكن ثم كان. ثم شرع يبين في القسم الأول يعني يشرح في القسم الأول من الأقسام الأربعة، والقسم الأول هو الوجود. فقال وإذا كان العالم حادثا يعني بعدما تقرر عدمه، يعني كان مسبوقا بالعدم بمعنى أنه لم يكن ثم كان، بعدما تقرر يعني ثبت وحصل عدمه بالبرهان القاطع والدليل السابع، فلا بد له يعني للعالم حتما لازما يعني لا محالة من محدث بكسر الدال يعني فاعل مخصص وهو الله تبارك وتعالى. الواجب الوجود لذاته بمعنى أن ذاته اقتضت وجوده لا لعلة، فلا يقبل العدم لا أزلا ولا أبدا، وقد سبقت الإشارة إلى ذلك. فانظر يعني إذا كان أو تقرر أن العالم حادث يعني موجود بعد عدم، إذن فلا بد له من إيه؟ من محدث. واعلم واعلم بأن وجود الله قد شهدت به البراهين، ويتعجب من خفاء وجوده عن عاقل مع كثرة البراهين الشاهدة بوجود وجوده. ولهذا اتفقت جميع الملل من يهود ونصارى ومجوس وغيرهم على اختلاف أديانهم يعني على وجوده. وجود الحق تبارك وتعالى أمر قامت عليه البراهين، وكونه يخفى على أحد من العقلاء هذا شيء يثير العجب، يعني أمر يتعجب منه. فأي واحد عنده ذرة من عقل لا يخفى عليه هذا الأمر، لأنه يعلم ضرورة أنه لم يوجد نفسه، وأنه لا بد له من موجد. فمعنى هذا أن العالم كله متماثل معه في الاحتياج والافتقار إلى الموجد وإلى المحدث، فكيف يخفى وجود الحق سبحانه وتعالى على أي عاقل مع كثرة الشواهد والبراهين الدالة على وجوده سبحانه وتعالى. ولهذا اتفقت جميع الملل من يهود ونصارى ومجوس وغيرهم على اختلاف أديانهم على وجوده تبارك وتعالى، إلا شرذمة قليلة من مش من جهة من جهلة. أصلحها بذا من جهلة الفلاسفة. زعمت أن حدوث العالم أمر اتفاقي بغير فاعل، وهذه المقالة من أغرب ما يكون وأعجبه ممن له أدنى عقل وتأمل. يعني في جماعة أو شرذمة قليلة من الفلاسفة قالت إن حدوث العالم يعني وجود العالم بعد عدمه أمر اتفاقي. إيه معنى اتفاق اللي احنا بنقوله عليه الآن كده؟ ما يسمونه الصدفة، يعني حدث كده من غير فاعل صدفة، يعني وجد من غير إيه؟ من غير موجد أو من غير خالق. وهذا أمر يعجب منه من له إيه؟ أدنى تفكير وأدنى مسكة من العقل. قال الإمام الغزالي رضي الله عنه ما معناه: قد أجمع العقلاء على وجوده تعالى فلا يحتاج إلى دليل، لأنه أظهر من أن يخفى. ولهذا لم تبعث الرسل لأن تدعو الناس إلى أن يقروا بوجود الصانع، لأنهم لا ينكرونه، بل لأن يدعوهم إلى التوحيد. يدعوهم يعني يعني الرسول أو الرسل، بل لأن يدعوهم. الإمام الغزالي بيشير إلى أمر مهم، أن بعثة الرسل أو الأنبياء عليهم الصلاة والسلام
ما كانت بسبب يعني بيان أو الدعوة إلى الإيمان بأن الله تعالى موجود، أن جميع الملل حتى الكفار لم ينكروا وجود الله، إنما جعلوا معه الشركاء والأنداد. فكانت القضية الأساسية أو المهمة الكبرى التي بعث الله تعالى الرسل من أجلها هي توحيد الخالق. وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا. ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه فقال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. وكذلك قال سيدنا هود وسيدنا إبراهيم وسيدنا صالح. كل رسول جاء إلى إلى الدعوة إلى توحيد الله تعالى، يعني ما في رسول جاء ليؤكد لهم أمر أو قضية الوجود، لأن هذه تعتبر قضية فطرية. صحيح يعني في من شرذمة من جهلة الفلاسفة ادعوا أن حدوث أو وجود العالم أمر اتفاقي، يعني من غير موجد، وكذلك في طائفة قديمة قالت ذلك اللي هم الدهرية، لما قالوا إن هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما يهلكنا إلا، أنكروا وجود الخالق. وطائفة حديثا وهي الشيوعية قالوا ما فيش إله، العالم وجد كده من نفسه خلاص. وهذا في غاية التهافت وفي غاية البطلان. يحكى أن الإمام الرازي مر بامرأة في جماعة من الناس فقال الناس للمرأة هذا الرجل يقيم على وجود الله ألف دليل، فقالت له لو عرف ما أقام عليه دليلا واحدا. يعني حتى امرأة عامية يعني من عامة الناس مر بها الإمام الرازي فالناس حدثوها وقالوا هذا رجل إمام كبير، يعني أقام أو جمع من الأدلة ما وصل إلى ألف، فلم تعجب بل يعني نفرت وعجبت منه، قالت كيف لو عرفه ما أقام دليلا واحدا، أو متى يحتاج إلى هذه الأدلة الكثيرة. وفي بعض الكتب الأخرى قالت أقام ألف دليل لأن عنده ألف شك، وكلما يحصل شك يأتي بدليل يدفع هذا الشك، فلولا أنه عنده من الشكوك ألفا ما قام من الأدلة ألفا. طبعا ممكن يكون هذا الكلام غير صحيح، الإمام الرازي ليس عنده شك وهو رجل من أساطين المتكلمين، ويكون قد جمع هذه الأدلة التي وصلت إلى ألف ليرد بها على المنكرين وليس لأن عنده هو شك. ليه؟ لأن الإمام الرازي من عادته كان كثير الأدلة ويجمع شبه الفلاسفة وغيرهم ليقيم الرد عليها، يعني كان أعجوبة في جمع المعلومات وفي التفريع، يعني ممكن القضية الواحدة يفرع منها ألف قضية. وقال كذلك هكذا نقل عنه أو ذكر في تفسيره أنه ممكن في سورة الفاتحة، يمكن سورة الفاتحة وصلت عنده إلى نصف مجلد تقريبا، سورة الفاتحة واحدة، قال يعني يمكن أن يستخرج من سورة الفاتحة 10,000 مسألة، يفرع كثير جدا، حتى أنه يدخل في أشياء أخرى في علم الطبيعة وعلم والعلوم الكونية، ويدخل في مباحث أخرى بعيدة عن التفسير. حتى قال بعضهم أنه تفسير الرازي ده فيه كل شيء إلا التفسير، يخرج إلى أشياء بعيدة عن التفسير. ولكن نقول أو نرد على هذا أيضا بأنه ما هو التفسير؟ هو كل شيء. هو التفسير هو أن يعرف المفسر كل شيء، لابد أن يعرف الجغرافيا والتاريخ
والديانات القديمة وعقائد أهل الكتاب، ويعرف علوم اللغة وعلوم الفقه وعلوم المنطق وعلوم الآلة. لا يوجد علم قط إلا ويحتاج إليه المفسر حتى يستطيع التفسير ويلم بجوانب النص الإلهي الشريف. فممكن التفسير ده يطول جدا. والله وكون العالم لا بد له من محدث فهو المطلوب، إذ حرف تعليل لا يتصور يعني لا يدرك في العقل بوجه من الوجوه. إذ لا يتصور في العقل انتقاله، يعني كيف كان العالم عدما، خلاص كده وهو أصله كان عدم، كيف يتصور في العقل انتقاله من العدم الأصلي الذي كان عليه إلى الوجود الطارئ بلا سبب؟ يعني عدمه ليس طارئا، هو الأصل كده كان عدم، يعني لم يكن العالم موجودا ثم عدم ثم وجد، مش كده؟ فلو كان العالم موجودا ثم عدم يبقى العدم طارئ، يعني العدم السابق على وجود العالم ده طارئ ولا أصلي. ها؟ أصلي ولا طارئ؟ أصلي، لأنه لم يسبق بوجود. لو كان العالم موجودا ثم العدم ثم وجد كده إيه؟ العدم طارئ. فإحنا عاوزين نقول الأصل فيه الإيه؟ العدم. فالذي طرأ هو إيه؟ وطالما الوجود طرأ على العدم يبقى إذن لا بد أن يكون له مقتضي، يعني يكون له سبب اقتضى أن يتحول العدم إلى إيه؟ إلى وجود. ولولا، طب من هو المقتضي أو ما هو إيه السبب الذي أخرجه من العدم اللي هو الأصل إلى الوجود؟ هو الفاعل المختار الذي اختار وجوده فيما شاء من الأزمان على ما شاء من المقادير والصفات، يعني اختار الفاعل المختار سبحانه وتعالى أن يوجد العالم في زمن معين وبمقادير وبأشكال وصفات وأحوال وأمكنة إلى غير ذلك، لأن الله تعالى أتقنه وأبدعه وفصل بين العوالم، عالم النبات، عالم الحيوان، عالم الإنس، عالم الجن، أبدأ هذا العالم على أحسن وأجمل نظام. فلا بد أن يكون الفاعل مختار. نعم. إذ حرف تعليل لا يتصور يعني لا يدرك في العقل بوجه من الوجوه، انتقاله يعني تحركه وإخراجه من العالم الأصلي الذي كان العالم عليه بالأصالة الذاتية إلى الوجود الثابت المحقق الطارئ أي الحادث بلا سبب، يعني فاعل مرجيه يرجحه ويخصصه بقدرته وإرادته، وليس ذلك إلا الله الفاعل المختار. يعني لو لم يكن هناك مرجح أو سبب كيف انتقل من العدم الأصلي إلى الوجود الطارئ؟ فلا بد أن يكون هناك مرجح. من هذا المرجح؟ لا يمكن أن يكون العالم ولا جزء من أجزائه ولا شيء إلا أن يكون الذي رجح الوجود على العدم هو الله تبارك وتعالى، ورجح ذلك بإرادته وأبرز العالم من العدم إلى الوجود بقدرته سبحانه وتعالى. وإلى ذلك أشار بقوله ولولا الفاعل أي المحدث القادر المخصص، المخصص هنا المختار أي المريد المرجح لوجوده، يعني وجود العالم فيما شاء أي في الذي أراد من المشيئة وهي الإرادة، إذ هما بمعنى واحد، وفيما شاء من الأزمان من متقدم أو متأخر أو حال، خلاص كده، أو من متقدم أو متأخر أو حال، شيل التشديد، يعني حال يعني حاضر، متقدم يعني ماضي، متأخر يعني مستقبل، حال يعني الحالي،
وتخصيصه بالوجود بزمان معين بدلا عن مقابله كده؟ لا عن مقابله عن دليل عن مقابله يبقى دليل يبقى بدلا عن مقابله دليل على وجود مخصص أو مرجح وتخصيصه على ما شاء يعني أراد من المقادير كالطول والقصر والتوسط بدلا عن سائر المقادير التي يقبلها جميعها على السواء دليل على مخصص مرجح وتخصيصه أيضا بما شاء من الجهات كيمين أو شمال أو فوق أو تحت أو أمام أو خلف بدلا عن مقابله من سائر الجهات وتخصيصه بما شاء من الذي مر والصفات المعينة كذلك من حركة وسكون وبياض أو ضده أو علم أو ضده إلى غير ذلك من سائر الصفات المتقابلة ونحوها. وبهذا وبهذا يتضح لك أن العالم من عرشه إلى فرشه حادث مفتقر إلى الله تبارك وتعالى افتقارا ضروريا لازما يشهد بوجوب حدوثه ووجوب افتقاره إلى المولى تبارك وتعالى اختصاصه بالوجود بدلا عن العدم الذي يقابله، ويشهد بذلك أيضا مقداره المخصوص ووصفه المخصوص وزمانه المخصوص وجهاته المخصوصة وكذلك مكان أجرامه المخصوصة. مدام قال مقدار مخصوص وزمن مخصوص ووصف، كل هذا معناه أنه يحتاج إلى مخصص خصه بهذا المقدار دون غيره وبهذا الزمن دون غيره وبهذه الجهة وبهذا المكان، وكل ذلك مجموع في كام في ستة اللي هم أشار إليها بقوله الممكنات المتقابلات وجودنا والعدم الصفات أزمنة أمكنة جهات مقادير كذا المقادير روى الثقات. هذه الأمور التي المتقابلات في العالم كله، يعني كل الأمور المتقابلة ترجع إلى هذه الستة، لا يمكن تجدها أكثر من هذا ولا أقل. فكل جزء من أجرام العالم ينادي ناظره بلسان الحال الذي هو أفصح وأصدق من لسان المقال، كلما وقع عليه بصرك مني أو جال فيه فكرك من أحوالي ليس مقابله بأولى من العدد منه. ولولا الفاعل المخصص المختار لوجوده فيما شاء من الأزمان على ما شاء من المقادير والصفات لكان جواب لولا أي العالم يجب أن يبقى، يعني يستمر بقاؤه حتما لازما على حال ما أي الذي كان العالم عليه أولا من العدم الأصلي اللازم له أبدا. يعني لولا الفاعل المختار لكان العالم باقيا على العدم أبدا الآباد. يعني لا بد من الفاعل المختار، لا بد من الخالق إلى ما لا نهاية له، وإنما وجب أن يبقى العالم على ما كان عليه من العدم أبد الآباد لولا المخصص لأجل استواء المقادير كالطول والقصر والتوسط. يعني المقادير كلها حتكون في شأنه مستوية، يعني إما أن يكون طويلا أو قصيرا أو، لكن من الذي خص هذا بأنه طويل وغيره بالقصير وغيره بالتوسط؟ إذن فلا بد أن يكون هناك مخصص، يعني فاعل مختار. وكذلك الصفات، هناك من هو أبيض وأسود، وهناك المتحرك والساكن، وهناك العالم والجاهل، والأزمان، يعني هناك من وجد في الزمن الماضي ومن يوجد في الزمن الحاضر في الحال، وكذلك المستقبل في قبول العالم لها عقلا. ولهذا قال بالنسبة إلى ذاته، يعني ذات العالم، إذ لا يقتضي ذاته الاختصاص بشيء من ذلك فلا بد إذن من مخصص.
وإلا لزم اجتماع متنافيين، وهو أن يكون أحد الأمرين المتساويين مساويا لذاته راجحا لذاته، وهو محال لا يتصور في العقل. يعني لما يكون هناك أمران متساويان يبقى إذن كيف نرجح أحد المتساويين على الآخر؟ القاعدة العقلية تقول لا بد من مرجح. طيب إذا لم يكن هناك مرجح ورجح أحد الأمرين المتساويين على الآخر يبقى حيلزم إيه؟ اجتماع متنافيين، يعني اجتماع نقيضين، يعني يكون أحدهما مساويا وغير مساوي، وهذا محال. الترجيح بلا مرجح معناه إيه؟ أنه أحدهما رجح لذاته وفي نفس الوقت لم يرجح لذاته، لأن المساواة معناها عدم الرجحان، والرجحان معناه في مرجح. فإذا رجح أحدهما بغير مرجح يبقى اجتمعت فيه المساواة والرجحان. وأعلم واعلم أنه قد اختلف المتكلمون في عدة احتياج العالم إلى الصانع على أربعة أقوال. يعني أهل الكلام أو المذاهب الكلامية في احتياج العالم إلى الصانع على أربعة أقوال. يعني لماذا؟ يعني سؤال بدهي كذا، ليه العالم يحتاج إلى صانع؟ ليه؟ ما علة احتياجه إلى الصانع؟ ليست العلة هي الوجود، يعني مش العالم إنه هو موجود فهو محتاج إلى موجد، لأنه قد يكون هو قديم فلا يحتاج إلى إيه؟ إلى موجد. فعلة احتياج العالم إلى الصانع اختلفوا فيها على كم قول؟ على أربعة. القول الأول الإمكان، يعني لماذا العالم يحتاج إلى خالق أو إلى صانع؟ قالوا لأنه ممكن، يعني العلة هي الإمكان. طب ليه؟ لأن الإمكان معناه استواء الطرفين بالنظر إلى الذات، يعني العالم ده لو نظرنا في ذاته، إيه معنى بالنظر إلى الذات؟ يعني ليس بالنظر إلى الخالق، لأن الخالق لو نظرنا إلى العالم في ذاته يستوي فيه الوجود والعدم، إنما لو نظرنا إلى العالم نظرا لتعلق علم الله بوجوده لا يستوي فيه الوجود والعدم، بل وجوده هو الواجب، لكنه يكون واجب لغيره، لأن الله علم الله تعلق بوجوده في زمن معين. لكن لو نظرنا إلى العالم بقطع النظر عن تعلق العلم الإلهي به يبقى إذن مستوي فيه الوجود والإيه؟ وإذا كان الطرفان اللي هما الوجود والعدم مستويين يبقى كده نحتاج إلى إيه؟ إلى مرجح. يبقى ما العلة في أن العالم يحتاج إلى مرجح أو إلى صانع؟ هو أنه ممكن، لأن الممكن الطرفان فيه يعني وجود وعدم سواء، فلازم يحتاج إلى مرجح، ولا ينفع أن يكون المرجح هو إيه؟ هو نفس العالم، ولا ينفع أن يكون، لأنه أقسام الحكم العقلي ثلاثة: الواجب والإمكان والاستحالة. المستحيل هو أصلا لا يقبل الوجود، فكيف يعطي لغيره؟ والممكن الأمران مستويان فيه، فلم يبقى إلا إيه؟ واجب الوجود الذي هو رجح أحد طرفي الممكن على الإيه؟ على الآخر. واضح كده ولا مش واضح؟ ده قول، وهو اختيار ناصر الدين البيضاوي وجماعة. يبقى إذن ما هي علة احتياج العالم إلى الصانع؟ هي إيه؟ هي الإمكان، يعني العالم ممكن، يعني عنده فيه طرفان مستويان، زي بالضبط أشرح حالك بشرح بسيط. نجيب ميزان، عارف الميزان؟ ونجيب كفتين كده، بس الميزان يكون سليم، يعني ميزان يعني مستقيم. فننظر إلى كفتي الميزان،
ما ليس عليهما شيء الكفتين هل هما مستويان أو لا؟ طب هل يمكن ترجح كفة على الأخرى بدون مرجح؟ لا. هل يمكن الميزان نفسه هو اللي يرجح؟ لا. فلا بد أن يكون مرجح آخر اللي هو حيضع السنجة في الميزان أو حيضع كيلو اللحم فترجح أحد الكفتين وضعنا فيها مثقل فرجحت يعني ثقلت فإذا الترجيح حصل من إيه؟ من غير الممكن يعني من غير الميزان يعني من أمر خارجي هذا هو إيه القول الأول واختاروا مين سيدنا الإمام البيضاوي وجماعة معه قالوا إنه العالم محتاج إلى موجد عشان هو ممكن طب في قول ثاني وده اختيار جمهور المتكلمين يعني 90% من المتكلمين قالوا بالثاني وهو إيه علة احتياج العالم إلى الصانع الحدوث يعني العالم وجد بعد عدم يعني مسبوق بعدم وطالما مسبوق بعدم يبقى لا بد له من صانع يبقى العلة هي إيه الحدوث يعني وجوده بعد إيه عدم لكن نجد أمر أو فرق مهم نجد إنه الفلاسفة اختاروا الإمكان والمتكلمون اختاروا الحدوث ليه؟ لأن الإمكان لا ينافي كون العالم قديم الفلاسفة يقولون بقدم العالم ولكن يقولون لا بد له من صانع يعني هو معلول فلا بد له من علة لكن كون العالم عند الفلاسفة محتاج إلى الصانع مش معناه حادث يعني معناها العالم قديم لكن ليس قدما ذاتيا وإنما هو قديم بقدم العلة شوف كده كلام الفلاسفة كلام خطير فاستدلوا بدليل الإمكان ولم يستدلوا بدليل الحدوث ليه؟ لأن العالم عندهم ليس حادثا يعني ولذلك لما تسمع أو تقرأ في كتب الفلاسفة أن العالم حادث فالحدوث عندهم مش معناه الوجود بعد عدم وإنما الاحتياج إلى الموجب الاحتياج إلى الصفة فالفلاسفة يقولون أيضا العالم حادث لكن معنى الحدوث عندهم ليس هم يتفقون معنا في اللفظ لكن يختلفون في المعنى فلما تقول له حادث يعني موجود بعد يقول لك لا ده العالم حادث يعني له محدث مش موجود بعد عدم وهو ومحدثه قديمان لكن قدم المحدث قدم الصانع قدم ذاتي وقدم العالم ليس قدم ذاتي قدم زمان وذلك الآن عرفنا إيه الفرق بين القدم الذات وبين القدم الإيه الزمان فالقدم الزماني لا ينافي الاحتياج إلى الصانع أما القدم الذاتي هو اللي ينافي الاحتياج إلى الصانع فهمت كده؟ فتجد الدليل عند الفلاسفة هو الإمكان ما يستدلش بالحدوث لأنه لا يقول بأنه حادث واضح ولا مش واضح؟ لا. وبعدين يبقى الحدوث هو الخروج من العدم إلى الوجود وهو عمدة أكثر المتكلمين 90% من المتكلمين يقولون بالحدوث فعلى الأول يعم الاحتياج جميع أوقات المحدث فعلى الأول اللي هو إيه شفت كده يعني نلقى دليل الفلاسفة أقوى قوي ليه لانه ما دامت الدليل احتياجه الى الصانع هو ايه هو الامكان مش كده طيب يبقى معنى كده يظل العالم محتاج الى المحدث او محتاج الى الصانع في جميع الاوقات فعلى الاول يعم الاحتياج جميع اوقات المحدث اذ الامكان الذي هو علة الحاجة لا يفارقه فهكذا معلوله يعني الإمكان هو العلة والمعلول والعلة تلازم معلولها والمعلول لازم العلة فيبقى العالم في جميع أوقاته محتاج على دليل الإمكان إنما على دليل الحدوث يبقى محتاج
عند حدوثه وبعد كده غير محتمل. خلاص كده؟ وبعض المحققين للمتأخرين المتكلمين قوى القول الأول. أنا معاهم، قوى القول الأول هو الأقوى. إذ القول بأن العلة الحدوث يستلزم أن يكون سابقا على علته. يعني القول لما نقول العلة هي الحدوث، فهذا يستلزم أن يكون سابقا على علته. يعني إيه اللي سابق على علته؟ يعني حيكون العلة هي الحدوث، يستلزم أن يكون سابقا على علته. كيف هذا؟ إيه اللي سابق على علته؟ بقول لك إذ القول بأن العلة، اللي حيقول العلة الحدوث، هذا معناه إيه؟ يستلزم أن يكون سابقا، اللي هو إيه؟ المعلول سابق على العلة. وهل ده ينفع؟ لا. إذ الحدوث متأخر عن الحاجة، يبقى معنى كده المعلول اللي هو العالم سابق على العلة، وهذا ضعيف. وأن العبد متصف بالغناء عن موجده، الغناء يعني الاستغناء في بعض الأزمان. يعني أنا مش مفتقر إلى الموجد أو إلى الصانع إلا عند إحداثي، عند إيادي، يبقى كده مفتقر في بعض الأزمان ومستغني فيه. أما الإمكان وصف لا يزول، لا يفارق المعلول، لأنه الحدوث معناه الوجود بعد عدم. خلاص كده حدث أو بعد كده ما فيش حدوث فيه. إنما الإمكان لا يفارق، فكان الدليل الإمكان أقوى. وفيه من سوء الأدب ما لا يخفى. يعني لما نقول العبد مستغني عن موجده في بعض الأحوال وليس مستغني، يعني محتاج في بعض الأوقات، هذا فيه سوء أدب، لأنه لا يخلو لحظة واحدة من الاحتياج إلى الموجد. ويمكن الجواب، يعني ممكن الرد على هذا، يعني على تضعيف دليل المتكلمين اللي عليه الجمهور، يمكن الجواب عنه بأن الحدوث علة غائية، وهي سابقة ذهنا متأخرة خارجا. يعني الصحيح هو بيقول لك إيه، حيلزم أن يكون سابقا، مش كده؟ فنقول هي السبق هنا في الذهن، وليست وهي في الخارج ليست سابقة، إنما هي متأخرة، كالجلوس على السرير. إيه معنى الجلوس على السرير؟ يعني علة الجلوس بتبقى سابقة في الذهن، لكن عند الجلوس فعلا على السرير بتبقى متأخرة. خلاص، علة الجلوس الاستراحة مثلا، هذه حتسبق ولا حتبقى بعد الجلوس؟ متأخرة، إنما في الذهن تكون متقدمة. ممكن نجاب على هذا، لكن القول بالحدوث هو المنقول عن الأشعري، ودعوى الاستغناء عليه ممنوعة. يعني كونه يكون العالم مستغني ده ممنوع. إذ العين لا تنفك عن عرض قطعا، والعرض لا يبقى. شوف الأشاعرة أجابوا إجابة جميلة جدا، قالوا كون يقول العالم لما يكون في وقت حدوثه يبقى محتاج، وبعد ذلك لا حاجة به إلى الصانع، قالوا لا، لأنه في حاجة اسمها الأعراض، والعرض كما يقول الإمام الأشعري لا يبقى زمانين. فمعنى كده العالم يكون محتاجا في جميع أوقاته، لأنه الأعراض لا تبقى. ولأجل أن يبقى الجوهر أو الجسم هو في حاجة إلى إمداده بالأعراض، والعرض لا يبقى زمانين، فلا يزال محتاجا، يعني يكون الاحتياج فيه بصفة دائمة لا تنقطع أبدا، لأنه يحتاج إلى إمداده وإلى إبقائه بالأعراض، والأعراض لا تبقى زمانين. يوضح ذلك أنه لما لاحظ الأشعري القائل
أن العلة الحدوث ما يترتب على ذلك راح حللنا المشكلة وقال العرض لا يبقى زمانين، فالافتقار إلى الصانع من لازمها على وجه الدوام والاستمرار فاعرفه. بهذا الجواب أصبح الحدوث قوي زي إيه؟ زي دليل الإمكان، يصبح هما الاثنين سواء أو في قوة واحدة. فيه بعد كده إيه؟ وعلى الثاني وهو علة احتياج الحدوث يختص الاحتياج بوقت الحدوث، مش كده؟ وقد تقدم يعني جاوب عليه، يعني لا يختص الاحتياج بوقت الحدوث بل هو احتياج دائم كما هو الشأن في علة الإمكان. واللي مش فاهم حاجة يسأل فيها قبل ما نروح لغيره. الثالث والثالث الإمكان مع الحدوث على أنهما جزء علة، يعني هو في رأي جميل قال لك لا دخل نخلي الإيه العلة مركبة، يعني الإمكان جزء والحدوث جزء علة، يعني علة واحدة هي الإمكان والحدوث، ونجمع بين الحسنين بين أقوال الفلاسفة وبين أقوال المتكلمين. والرابع الإمكان بشرط الحدوث، يعني ممكن نغيظ الفلاسفة ونقول لهم احنا حنستدل معاكم بالإمكان بس لنا شرط، يعني احنا حنمشي على مذهبكم أو على ملتكم بس لنا شرط، الإمكان بشرط الحدوث، يعني نستدل أن علة الاحتياج العالم إلى الصانع هي الإمكان ولكن بشرط الحدوث، لأن الإمكان من غير شرط الحدوث يبقى معناها العالم قديم صحيح محتاج إلى خالق لكنه قديم بقدم علته، فلا نوافقكم على ذلك بل نشترط عليكم شرط وهو إيه؟ الإمكان بشرط الحدوث. ما هي الفرق بين الدليل الثالث وبين الدليل الرابع؟ الثالث بيقول الإمكان مع الحدوث، مش كده؟ الاثنين مع بعض. أما الرابع الإمكان وحده بشرط الحدوث، ما الفرق بين الثالث والرابع؟ الدليل الثالث مركب، يعني ده جزء وجزء جزء، أما الرابع واحد فقط فالشرط خارج، يعني كأنه استدل بالإمكان وحده وجعل له شرطا، أما الثالث مركب منهما معا. واضح؟ وعلى هذين القولين اقتصر المصنف رحمه الله تعالى مقدما الإمكان مع الحدوث فقال. يلا. وأما الوجود والعدم فقيل هما أي الوجود والعدم بالنسبة إلى ذاته يعني ذات العالم سواء، إذ لا ترجيح لأحدهما على الآخر بالنظر إلى ذاته بوجه من الوجود. يعني لو نظرت إلى ذات العالم لا يمكن ترجح أحد الأمرين على الآخر بأي وجه، فلا بد أن يكون الترجيح بمرجح. فبسبب ذلك يستحيل يعني يمتنع أن يترجح يعني يتخصص الوجود المساوي إشارة إلى الإمكان، وقوله الطارئ إشارة إلى الحدوث، وقوله بلا سبب أي مرجح ومخصص. هذا كله على القول الأول من قول المصنف رحمه الله وهو أن الوجود والعدم بالنسبة إلى العالم سواء. يعني هو كده لو نظرت إلى ذات العالم تجد أن الوجود والعدم سواء، مش كده؟ لا، عارف لو دققت هتجد لا، يعني ليس الوجود لأن العدم هو الأصلي والوجود طارئ، فكيف يكون سواء؟ ففيهم جانب أقوى من الثاني اللي هو الأصل اللي هو العدم أقوى من الوجود، فإذا ترجح أحد الأمرين المتساويين على الآخر فلا بد في العقل أن يكون مرجح، فكيف يترجح المرجوح مش المساوي، المرجوح على الراجح، فهذا من باب أولى يحتاج إلى مرجح، يعني إذا كان في حالة التساوي لا بد من مرجح، فما بالك لما نرجح المرجوح، يعني لو كان واحد ضعيف وواحد قوي يبقى ما فيش تساوي، إنما كل الاثنين ضعيف أو الاثنين قوي متساويين، فلما نرجح واحد قوي على واحد قوي لا بد من إيه؟ أو ضعيف على ضعيف لا بد من مرجح، فما بالك لو رجحنا الضعيف على الأقوى يبقى من باب أولى يحتاج إلى إيه؟ إلى مرجح. فجانب العدم من حيث ذات العالم أقوى من جانب الوجود لأنه الأصل،
فاحنا هنرجح مين؟ مش هنرجح الاصل ده، هنرجح الوجود اللي هو الطارئ. فاذا كان على فرض انهما متساويان فلا بد من مرجح، فما بالك اذا رجحنا المرجوح يعني الاضعف الاوهن الاقل. هذا كله على القول الاول من قول المصنف رحمه الله، وهو ان الوجود والعدم بالنسبه الى العالم سواء. واما على القول الثاني وهو الامكان بشرط الحدوث فهو اظهر في احتياج الوجود الى الفاعل، لانه لا يعقل ان يطرا الوجود المرجوح ويزول العدم الراجح بلا سبب. هل ده يعقل؟ يعني لو في عقل هنرجح انه الاصل اللي هو مش لانه يعني مثلا لو ان العالم ترك كده من غير ايجاد هيبقى عدم، مش كده؟ كون العالم يظل على العدم ده لا يحتاج الى سبب، اما كونه يوجد هو اللي عاوز سبب، فكيف نرجح ما لا يحتاج على سبب؟ يعني الوجود لو محتاج الى سبب كيف نرجحه على العدم الذي لا يحتاج الى سبب؟ خلاص اذا كان لا نحتاج الى سبب يظل كده كما هو على عدمه، لانه مش محتاج لكي يكون عدما، ليس محتاجا الى من يجعله عدم، لانه الاصل هو العدم، اما هو محتاج الى من يوجده لا الى من يعدمه، لانه هو عدم. فحيعدم العدم يبقى ايه؟ تحصيل حاصل. فالذي هو محتاج اليه هو ايه؟ هو الوجود، فلا بد ان يكون مرجح، لأنه لا يعقل أن يطرأ الوجود المرجوح ويزول العدم الراجح بلا سبب. وإلا يعني معقول يطرأ الوجود اللي هو المرجوح ويزول العدم الراجح بلا سبب؟ عارف لو من غير سبب كان مين اللي يبقى العدم؟ لأنه مش محتاج إلى سبب، وإلا كان المرجوح في نفسه راجحا، وهو إيه؟ تناقض لا يعقل. وإذا استبانت استحالة طرو المساوي بلا فاعل فأحرى طرو المرجوح. يعني يستحيل أن واحد فيهم لما يكونوا متساويين يقرأ من غير سبب، فما بالك المرجوح؟ ده من باب أولى. وإلى هذا كله أشار المصنف رحمه الله بقوله وقيل. وقيل العدم السابق عن العالم فيما لا يزال أولى، يعني أحق وأجدر به أي بالعالم، وإنما كان أحق وأجدر لأصالته فيه وعدم افتقاره. لأن احنا بنسمي الوجود طارئ، ونسمي العدم أصلي، لا نسميه طارئا. يبقى الأصل ده، هل يمكن ده؟ أنت لما تروح تشتري بضاعة من السوق ولك ده أصلي والتاني تقليد، هل يمكن تقول لا أنا أخذ التقليد وأسيبك من الأصلي؟ لأنه الأصلي كيف؟ هل يمكن إذا اخترت حتى في البضاعة هذا أصلي وهذا غير أصلي، ما الذي تأخذه؟ الأصلي ولا الغير أصلي؟ لأصالته فيه وعدم افتقاره يعني احتياجه إلى سبب يعني مرجح، وإنما لم يحتاج العدم السابق إلى الفاعل لأنه ليس بحاجة. العدم السابق ده مش محتاج إلى مرجح، مش محتاج إلى فاعل، لأنه ليس بحادث، الحادث هو الموجود بعد العدم، والفاعل المختار يفعل يعني يؤثر، يعني يؤثر يعني يوجد، لأن لا نقول إنه الفاعل المختار يخلق العدم، لأن العدم ليس فعل، فالعدم مش محتاج إلى خالق ومش محتاج إلى مؤثر. يعني مثلا لو جبنا فاعل مختار وعنده قدرة وقلنا له كده افعل العدم، هل العدم فعل؟ لا، فلا يحتاج إلى سبب، فالذي يحتاج إلى سبب هو الوجود، إذن فهو اللي عاوز ترجيح، إنما الثاني لا يحتاج من نفسه كده. أما العدم للعالم في الأزل فليس بممكن الإمكان الخاص حتى يحتاج إلى فاعل. هنا في حاجة لازم تفهموها، يقول لك في العدم العالم في الأزل ده مش ممكن الإمكان الخاص، إنما هو يعني عاوز يقول لك ممكن الإمكان العام،
مين يفهمها دي؟ ايه الفرق بين الامكان الخاص والامكان العام؟ ياخد 100 جنيه والله ولو 1000 حتى مش هكفي. الفرق بين الامكان الخاص والامكان العام يقول لك العدم، انت ما تجاوبش انت. اما العدم للعالم في الازل يعني في عدم في الازل مش كده؟ ده مش ممكن الامكان الخاص، انما ممكن بالامكان الايه يا شيخ محمد؟ الامكان العام. طب ايه الفرق بين ممكن خاص وممكن عام؟ اصله العدم اثنين، يعني مثلا يعني احنا في ايام سيدنا محمد كنا ايه؟ عدم. في ايام سيدنا ابراهيم كنا عدم. العدم ده ممكن بالامكان الخاص. أيام سيدنا نوح ما كناش موجودين، أيام سيدنا محمد ما كناش موجودين، أيام سيدنا عمر ما كناش موجودين، وأيام حتى معاذ ما كناش موجودين. طيب في الأزل كنا موجودين؟ لا، كنا عدم. بس عدمنا في الأزل بالإمكان العام، وعدمنا فيما لا يزال بالإمكان الخاص. يبقى العدم اللي هو كان أيام سيدنا محمد وسيدنا نوح وسيدنا موسى ده إيه؟ عدم جائز، لأنه كان يجوز أن نوجد في أيام موسى ونبقى مع السامري مثلا، مش مع سيدنا موسى. كان يمكن، فربنا ما أوجدناش. وكان يمكن نوجد مثلا في أيام المسيح، لكن هل كان يمكن أن نوجد مع الله في الأزل؟ لا، الله وحده لا شريك له في الأزل. خلاص كده يبقى الإمكان الخاص معنى إيه؟ سلب الضرورة عن ايه؟ الطرف المخالف، ولا عن الطرفين؟ الامكان الخاص عن الطرفين، يعني هي معنى يعني سلب الضرورة. الضرورة عن الوجود. لما اقول كده زيد موجود، زيد بالامكان الخاص، يبقى معناها سلب الضرورة عن الطرفين. يعني وجود زيد ليس واجب، ضرورة عن الوجوب، وجود زيد ليس واجب، وعدمه ليس واجب. أو معنى الإمكان الخاص يعني جائز، يعني الوجود مش واجب، الوجود يبقى جائز. والعدم مش واجب، لأن وجود زيد لو كان واجبا لا يقبل العدم، ولو كان عدمه واجبا لا يقبل الوجود. يبقى كده اسمه ده الامكان الخاص، اللي هو سلب الضروره عن الطرفين، الطرف الموافق والطرف المخالف. اما الامكان العام سلب الضروره عن الطرف المخالف فقط. يعني مثلا ايه؟ وجود الله تعالى نسلب الضرورة يعني الوجوب عن الطرف المخالف اللي هو عدمه، فعدمه ليس واجبا، يبقى وجوده هو ليه؟ يبقى الواجب بالإمكان العام ده يدخل فيه الواجب كده، ويدخل فيه ايه تاني؟ ويدخل فيه الجائز اللي هو مستوى الطرفين، ولا يخرج عنه إلا المستحيل العقلي فقط، اللي يخرج عن الإيه؟ عن. فيبقى معنى كده في الأزل مش ممكن بالإمكان الخاص، لأنه لو كان ممكنا بالإمكان الخاص لاحتاج إلى فاعل، إنما هو ممكن بالإمكان العام فلا يحتاج إلى فاعل في الأزل. واضح كده؟ بل هو واجب. يبقى إذن سؤال مهم هنا، احنا ايام سيدنا موسى كنا عدم، بس عدمنا لم يكن واجب، كان ايه؟ كان جائز. اما في الازل كان عدمنا واجبا. يبقى اذا العدم اللي كان ايام سيدنا موسى وسيدنا محمد ده هو اللي محتاج الى فاعل، الى موجد. لو اراد ان يوجدنا في هذا الزمن يبقى نحتاج الى فاعل. أما الإمكان اللي هو كان في الأزل ده لا يحتاج إلى فاعل، لأنه إيه؟ واجب، اللي هو العدم الإيه؟ العدم الواجب. طب حيأتي سؤال مهم، طب الواجب ده قلنا إيه معنى الواجب؟ أي شيء واجب ولا يقبل الإيه؟ الانتفاء.
لا يقبل التغير، طالما عدمنا كان واجبا في الأزل فكيف انقطع عدمنا بوجودنا مع أنه واجب اللي هو العدم الأزلي؟ فالجواب على ذلك أن وجودنا لم يقطع العدم الأزلي، فلا ينقطع، وإنما قطع العدم فيما لا يزال اللي هو الممكن بالإمكان الخاص، هو ذا اللي انقطع بوجودنا. أما الأكوان أو العوالم كلها في الأزل لا يمكن توجد ولا تشمل وجود أبدا، لأنها لو وجدت مع الله لشاركت الله تعالى في الأزلية، وده معنى قول الصوفية لما يقولوا إيه الأكوان ما شمت رائحة الوجود ولا تشم أبدا، يعني الوجود الأزلي الوجود الواجب، أما الوجود الجائز تشم وتوجد الأكوان. وهذا هو معنى وحدة الوجود عند الصوفية، أن الوجود الحق الذاتي الواجب واحد لا يتعدد. يبقى الذي انقطع بوجودنا الآن هو عدمنا فيما لا يزال، يعني انقطع العدم اللي كان أيام سيدنا آدم، انقطع عدمنا اللي كان أيام سيدنا محمد، انقطع عدمنا اللي كان قبل وجودنا فيما لا يزال، أما العدم الأزلي لا انقطع الله تعالى. ذلك قال الصوفية كده في قوله في قول النبي صلى الله عليه وسلم لما قال كده كان الله ولم يكن إيه شيء، الحديث في البخاري كان الله ولم يكن شيء إيه غيره، فأضاف إليها الصوفية عبارة هي مش في الحديث اللي هي كان الله ولم يكن شيء غيره، وهو الآن على ما عليه كان لم يتغير عما كان، لأنه ما فيش وجود ذاتي ولا وجود واجب معه. ولذلك الأكوان بالنسبة لله عدم ليس لها وجود بالنسبة لله تعالى، أما بالنسبة لنفسها موجودة، لأن وجودها وجود إيه جائز، وجود عرضي، وجود مسبوق بعدم وملحوق بعدم، أما الوجود الذاتي الواجب واحد. ولذلك لما تقرأ مثلا في قوله تعالى في سورة الحديد هو الأول وهو الإيه آخر وهو الظاهر وهو الباطن، إيه معنى الأول؟ ليس قبله شيء كده، الأبوال الآخر يعني ليس بعده شيء، والظاهر ليس فوقه شيء، والباطن ليس فين العالم ما فيش، يبقى هو ايه موجود ومش موجود، موجود بإيجاد الله له وغير موجود من ذاته. مش يقول لك إذا نظرت إلى ذاته فهو عدم، وإذا نظرت إلى موجده فهو موجود بإيجاد الله تعالى له. وقال ابن عطاء الله السكندري رحمه الله تعالى الأكوان موجودة بإيجاده وممحوة، يعني لا وجود لها بأحدية ذاته، هو الأول والآخر والظاهر والباطن. في حاجة تاني مفيش، يلا كان نخلص الصفحة. وأما فيما لا يزال فلا يحتاج إلى فاعل أيضا وإن كان ممكنا لأنه لم يطرأ بعد أن لم يكن، ولهذا احترز عن العدم وإن كان مساويا للوجود في هذا القول بقوله المساوي الطارئ بخلاف العدم السابق، فإنه وإن كان مساويا فليس بطارئ أي متجدد. يبقى العدم اللي هو يعقبه وجود ده أو العدم اللي بعد الوجود هو ده الطارئ، أما العدم اللي قبل الوجود ده ليس بطارئ، خلاص كده. وإن كان إيه متجدد يعني مستمر، يعني فإنه وإن كان مساويا فليس بطارئ أي متجدد بعد أن لم يكن، فلا يحتاج إلى فعل هذا بناء على ما سبق في سبب الاحتياج. وأما على القول بالإمكان فقط فيأتي عليه أن يحتاج العدم السابق في استمراره فيما لا يزال إلى الفاعل، ولا يلزم من احتياجه ألا يكون موجودا، بل بمعنى أنه قادر على إزالته إذ لو شاء أن يجعل في مكانه الوجود لفعل. يبقى في قول وإن كان يعني مرجوح بأنه العدم السابق ده محتاج إلى الفاعل، محتاج إلى الفاعل في استمراره، ولا يلزم من احتياجه ألا يكون موجودا، بل بمعنى أنه قادر على إزالته، يعني ممكن ربنا سبحانه وتعالى يزيل هذا العدم ويبدل مكانه إيه الوجود.
وهو قادر على ذلك. إذا بيسموها ده تعلقات القدرة، وبعضهم خلاها سبعة وبعضهم خلاها كام؟ ثمانية. يعني جعل التعلقات اللي في قدرة سبعة. يعني مثلا عدمنا أيام سيدنا إبراهيم أو أيام سيدنا موسى في قبضة القدرة، فممكن ربنا يخليه يستمر أو يبدل مكانه الوجود. طب وبعد وجودنا في عدم أيضا، هذا أيضا من تعلقات القدرة، ممكن يبدل بالوجود أو يستمر. والعدم حتى بعد خلودنا في الجنة، البعض أوصلهم إلى سبعة أو كام إلى فيها تعلق، تعلق صلوحي، تعلقات القدرة سبعة، فيها صلوحي قديم مش كده، وفيها تنجيزي حادث، ما فيش في القدرة تنجيزي قديم، وفي بعد كده تعلقات القبضة خلاص تجمعها تجدها يعني ممكن في حاجة الصاوي على شرح الجوهر أو الجوهر في البجوري تجمعها في أي مكان. قال المصنف: وإذا كان ترجيح أحد المتساويين بلا سبب محالا، فاستحالة ترجيح الوجود المرجوح بالنسبة إلى العدم على هذا بلا سبب آخر. وإذا كان ترجيح أي تخصيص أحد الأمور الستة المعروفة عند المتكلمين بالممكنات المتقابلات الستة المتساويين في قبول العالم لها عقلا بلا سبب لهما في قبول العالم لهما المتساويين في قبول العالم الممكنات الستة مش كده؟ أحد الأمور لهما عقلا ماشي بلا سبب أي مرجح، يعني لهما عن الأمر ومقابله الوجود والعدم والمقدار والمقدار والصفة والصفة بلا سبب أي مرجح محالا أي مستحيلا لا يتصور في العقل وجوده بوجه من الوجود. فاستحالة الامتناع الترجيح أي تخصيص الوجود المرجوح بالنسبة إلى العدم أي الراجح على هذا الوجه بلا سبب أي محدث مرجيه مخصص أحرى يعني أولى. ولم يرى في العقلاء من قال ليس للعالم رب يستند إليه ويصدر عنه وجود الخلق. نعم اختلف أئمتنا هل العلم بوجود الله ضروري، وإليه ذهب الإمام الفخر الإسلام. يعني الفخر الرازي قال إنه العلم بوجود الله ضروري، يعني لا يحتاج إلى السلف بوجوده، إنما الدليل بالنسبة إلى الوحدانية. وهناك من ذهب إلى إلى أنه نظر، يعني يحتاج إلى دليل، فإليه ذهب الفخر الرازي أو نظري، وإليه ذهب إمام الحرمين. الإمام الحرمين خالف الفخر الرازي فقال أن العلم بوجود الله نظري وليس ضروري وهو الحق. يعني الحق مع مين؟ رأى الشيخ السرقسطي أن الحق مع إمام الحرمين أنه هو نظري وليس ضروري، إلا أنه قال كلمة مهمة، قال وهو الحق إلا أنه بنظر قريب لا يفتقر إلى كبير تأمل. أقول لك هو يحتاج إلى نظر، ولكن نظر سريع قريب، أي إنسان ينظر في الكائنات نظرة سريعة يدرك أنه لا بد لها من موجد، ولا يحتاج إلى كبير تأمل وإتعاف فكرة، فيكون القولان متقاربين، قول الرازي وقول مين؟ وقول إمام الحرمين. اللهم صل أفضل صلاتك على سيدنا سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك وزياد كلماتك ذكرك ذاكرون وغفل عن ذكر غافلون. اللهم صل أفضل صلاة على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم على معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرت ذاكرون وغفل عن ذكر غافلون. اللهم صل أفضل صلاة على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم على معلوماتك ومداد كلماتك.
كلما